مساكم الله بالخير. طبعا اليوم الاحد وقررنا نتابع فيلم تيرن جريد، فسوينا جلسه خارجيه بسيطه. الآن الخميس بالليل، فسويت هذولي دي اي كذا بسيط باستخدام القلم هذا حق الطباشير، بس انه حق اتوقع درايش او قزاز بشكل عام. ما اتذكر من حصلته، بس اتوقع في واحد يشبه له بجرير، اتوقع في ايكيا برضو يبيعونه. بدي يكون التصميم جدا شيء بسيط وبلون واحد، ما يعني ما يكون زحمه وحوسه يعني شوي. فطبعا الرسم عليكم انت، الرسم جدا بسيط. فهذه النتيجه، احس انه خلي كنا عشوائي نوعا ما يعني حتى بالرسم يعني. فحبيت النتيجة، إن شاء الله الأسبوع هذا راح يكون كله زينة رمضان. غيرت اللي هو الرفوف هذه، كانت جهة ثانية بالغرفة حطيتها هنا، وحطيت المعلاق مكانها يعني عشان يصير عليها التلفزيون، واستخدم كخلفية لفيديوهات انستغرام، ويعني جلسة حلوة لرمضان يعني. الشيء الثاني هذا سد حطيته السنة راحت، فانوس أخذته من إيكيا من فوق خيوط صوف، أهم شيء بعدته عن مكان الشمع عشان لا قدر الله ما يحترق ولا شيء، وثبتها كويس واكثر من عقده يعني. وفي واحد ثاني سويته بعلقه يجي على ارتفاع اكثر شوي او انزل، ماني متاكد الان. في الزينه هذه اخذتها من محلات الكماليات نفس الربيع مول وحزاز، ويعني نفس نظام المحلات هذه، طبعا من معدن كذا خفيف او الومنيوم، وفيه حركه اللي هي نجوم مع شويه هلال مكتوب رمضان كريم. حطيته هنا طبعا مؤقتا. الساعه الان تقريبا 6 الصباح، فانتهيت من تهاني رمضان. هذا التصميم الأول وهذا التصميم الثاني، طبعا بنزلهم إن شاء الله ستوري اللي حاب ياخذهم أو يصورهم يعني من ستوري انستغرام. فإن شاء الله بسوي لي كذا تصميم غيره برضو يعني، ما راح أكمل. الآن الخميس، فحبيت أغير شيء بدك الغرفة قبل ما يبدأ رمضان. بديت بالتقوسات هذا على الجدار، شفت الحركة ذي بالانستغرام حبيت إني أسويها. إن شاء الله بكمل على باقي الجدار. استخدمت المراية هذه، حطيت عليها شطر طول لأنها مقوسة، أخذتها من شين. وهذا شكل ثاني على شكل ورد لانه مناسبه يعني ربيع وصيف كذا، فان شاء الله بكمل لونه. بحط عندي بويه ثانيه صفراء، فبحط على اغلب الجدار هذا كله. انا اختي حبت تساعدني شوي، وهذه بدت خلصت الثلاثه ذولي، الان بادي بالثالث لان هي ما شاء الله تحب الرسم. ليش تضحكين؟ اسرائيل حب يساعدنا الان، تبي تقول لهم شيء؟ ايه أخي كذا يساعدنا أنا كذا أرسم معاه أولا لما عشان بكرة السبت في رمضان. وش بتقول؟ الآن خلصت من هذه الأقواس على الجدار هذا، بشوف إذا بكمله ورا التلفزيون ولا لا، ما أدري إذا بخلي التلفزيون شكله هنا برمضان أو بغيره، فعلى حسب الغرض بكمل أو أخليه كذا بس. وهذه هي الورود، إن شاء الله بكملها على كل الجدار حتى من فوق والجهة الثانية. بس حاليا اكتفيت بهذه، ان شاء الله بالورده. الجزء الدائري اللي داخل الورده اخذت كوب عادي عشان بس اعرف الحجم، والباقي انا رسمته بيدي يعني، حتى لو تشوفون نفس هنا كررتها اكثر من مره لما ما اخذت الشكل اللي انا بيه. بس الدائره هذه لا، هذا عشان بس يحدد الحجم الورده. هاي الجدار، هذا التقوسات اللي قلت عليها، وهذه الورود لو انت خلصت. وحطيت بعض التزيينات البسيطه نفس الانوار وكذا. وهذا الجهه الثانيه، طبعا ما غيرت مكان التلفزيون خليته نفسه. اضفت هذه فوق، اخذتها من محلات حق تغليف الهدايا وما الى ذلك. هذا فانوس علقت الثاني، خليته انزل منه تحت. وهذا اللي سويتها قبل اللي هو قزاز وعليها رسومات بسيطه. هذا بعد انوار، حطيت واحد هنا فوق على الستاره، حطيت واحد جهه المكتب. وهذا دي اي واي بسيط سويته قبل رمضان بكذا يوم، عبارة عن قاعدة اسمنت وعود شواء، وهذا الكوسترات حقت ايكا اللي يجي فلين بني او شيء من كذا. استوحيت الفكرة من متجر بلند، اما تعجبتني وحبيت اسوي نفسها، فطلع الشكل كذا. اما تنحب الكواب الجديدة، اما ماخذ عقلي، صورتني قبل رمضان بكذا يوم من بنجر استرو بلند، تعاملت معهم من قبل، اللي كانوا على الكواب الثلاثة اللي عليه رسومات استوديو قبلي والرسومات الباقية. فتواصلوا معي قبل فترة، قال عندنا أكواب جديدة ونبي يعني اختار الصور والتصاميم اللي أنت تبيها وبنطبعها لك. فهذه كانت التصاميم والصور. بالنسبة للدببة الثلاثة
ودمية مستر بن، حتى الكوستر هذا اللطيف من متجر اسمه فانيليا، بحط لكم كل إن شاء الله كل روابطهم تحت. طبعا دمى هذه صناعة يدوية من الكروشيه، حتى الكوسترات كل شيء، فأماكن جدا لطيفة. الكوب هذا سويته بمناسبة الربيع فكان جدا عاجبني. هذه رسومات أخذتها من بنترست، وكذا يجي من الشكل الثاني، حطيت عبارة لطيفة كذا. وأنا بوريكم الكوب الثاني، حبيت ستايل هذا اللي كان يجي ستايل فلوجر كوريين، حتى الكوب شكل جدا لطيف ومشهور عندهم ذي الفترة، فحبيت نحط تصميم مستوحى منهم، ويعني يكون تصميم شوي كذا كوريا يعني. هذا الجدن عاجبني ذي الفترة عشان مناسبة رمضان، فصممته بكانفا طلع شكل كذا مرتب وحلو بسيط. وهذه هي الدمى اللي وصلت متجر فانيليا، أمتى حبيته، مصنع جدا متقن ما شاء الله إله إلا الله. أكثر واحد حبيت عاد لأني أحب الألوان هذه اللي هو الدب هذا، والكوستر ودمية مستر بن، أمتى أفضل شيء ما شاء الله. هذه الهدية الأخيرة وصلت من شركة نمط، جدا مميزة وحابها لأنها صناعة محلية من نساء سعوديات. رؤية الشركة عمات خرافية، فشركة حسابها بحطه بصندوق الوصف. هي عبارة عن كوليكشن رمضان، عبارة عن حقيبة قماشية مع سجادة وكمام، وزنها جدا خفيف وتصلح للوقت السفر أو وقت الحج والعمرة، وتهدونها لأحبابكم. فعندها ثلاث ألوان، اللون البني وأتوقع فيه اللون بنفسجي أو العنابي شوي، فشيكوا حسابهم. سيد نزلت عندنا بستوري.